ضمن خير. بنقول يا رب يا رب بشفاعتك يا يسوع رجع لنا الطفل شنودة أبوه وأمه بسبب من طماعين وجاشعين. أب وأم قعدوا سنين طويلة بدون أطفال بدون أطفال وفي الكنيسة وبالأخص بحمام الكنيسة يجد كاهن طفلا رضيعا. حديث الولادة له يوم أو يومان ثم يعطيه لأم لا تنجب أم عاقر. تتصل الأم بالأب أو بالزوج وتقول له الله أرسلنا طفلا جميلا وبالفعل أخذوه وعمدوه والرجل فوزي أو الشخص أعطاه اسمه وحمل الطفل اسم شنودة فوزي وعمدوه بالكنيسة وأصبح مسيحيا وعلموه الألحان والصلوات المسيحية. قد ربما يكون أخطأ قد ربما يكون أخطأ قد ربما يكون فعل شيئا مشين بالنسبة لأشخاص آخرين، ولكن الطفل شنودة الذي تربى في رعيان الأب والأم في حضن الأم وفي تربية الأب له أصبح الطفل شنودة ملتصقا بأب وأم. وتأتي فتاة مراهقة تطمع في الميراث وتفكر كيف كان وكيف يكون هذا الميراث لطفل ليس من دمهم، ولكن الشيطان يلعب بمكرها وتذهب وتقوم بعمل محضر ضد الزوجان بأن هذا الطفل مخطوف. وبالفعل تم إرسال لهم المحضر وذهبوا للنيابة، والنيابة عرفت مقصد الأب والأم أنه مقصد شريف، وسرعان ما خرجوا، ولكن سرعان ما اختطفوا الذئاب هذا الطفل. الشياطين استولوا على هذا الطفل. من هم الشياطين؟ أقارب هذا الرجل حينما فكروا بفكر إبليس. ثم يرسل هذا الطفل إلى دار رعاية ويختطفوه ويجعلوه ابنهم. ثم يصبح هذا الطفل من شنودة إلى يوسف باعتباره مسلم للفطرة، وذلك وفقا لشريعة الإسلامية أو القانون المصري بأن أي طفل ليس له أب حقيقي أو بمعنى أخص لقيط فهو يكون مسلم الفطرة ويتكون ديانته الإسلام. لا يهمنا إن كان مسلم أو مسيحي لأننا كلنا جميعا إخوة من أب واحد وأم واحدة. نعم أبونا آدم وأمنا حواء، ولكن الأم في لحظة تشعر وتفاجأ بأن قلبها يتقطع وتقوم باتصال تليفوني إلى الكاتبة فاطمة نعوت أثناء جنازة زوجة الوزير السابق وزير التربية والتعليم. وبالفعل تقوم فاطمة نعوت بإرسال التليفون إلى وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباني وتوعد الأم بأن ترى ابنها فلذ تكبدها، إنه ليس من دمها ليس من دمها، ولكن القلب ينقطع لأنها رأت ابنها يكبر يوم بعد يوم. إن قام شخص بتربية قطة أو كلب فيحزن عليه، فما الحال أن ذلك طفلا مخلوق من الله مخلوق من الله. لا نحزن أبدا إن كان هذا الطفل مسيحيا أو مسلما، ولكن ما يحزننا أن يكون حبيسا بدار دار إيواء. أكيد. شكرا.
مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب تكونوا بأحسن صحة وسعادة مع قناتكم قناة الملك والأمير. لو كنت أول مرة لسه بتشوفنا في القناة، أنا أرجوك الاشتراك في القناة وإعطاء تعليقاتك سواء كانت إيجابيا أو سلبيا. وكما المعتاد بنبدأ بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. السنكسار اليوم 30 من الشهر المبارك توت، والاثنين 10 أكتوبر 2022. أحسن الله استقباله وقعده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين. مثل هذا اليوم صنع الرب يسوع له المجد آية عظيمة على القديس الجليل الأنبا أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية العشرين، وذلك أن الملك قسطنطينوس ابن قسطنطين الملك القديس لما اعتنق تعاليمه أريوس الذي نادى به أن الابن كان في وقت ما غير موجود وأنه غير مساوي للآب، أرسل إنسانا اسمه جورجيوس ومعه 500 فارس ورسائل بتعيينه بطريرك على اسكندرية بدلا من الأنبا أثناسيوس الرسول، على أن يثبت ما قاله أريوس ويقتل من لا يطيعه. ولما وصل هذا الرجل إلى المدينة ونادى فيها بتعليم أريوس لم يقبل قوله إلا نفر يسير من أهل المدينة، فقتل من أهل الإسكندرية خلقا كثيرا. أما القديس أثناسيوس فإنه اختفى وظل متخفيا 6 سنين، خرج بعدها وقصد مدينة القسطنطينية وطلب الملك قسطنطينيوس أما أن يرد إلى كرسي أو يقتله فيناله إكليل الشهادة. أما الملك فأمر بأن يحمل في مركب صغير ويسرق في البحر بغير خبز ولا ماء ولا مدبر، ظنا منه أنه بذلك يهلك أما بالجوع أو بالعطش أو الغرق فيتخلص منه ومن تبكيته على هرطقته. ففعلوا بالقديس كما أمر الملك، فصارت به المركب في هدوء وسلام بتدبير الرب وعنايته ترعاه وتحيط الملائكة، حتى وصل مدينة الإسكندرية بعد 3 أيام. ولما سمع المؤمنون بقدومه فرحوا جدا وخرجوا إليه واستقبلوه بالصلوات والتسابيح حتى أدخلوا الكنيسة. أدخلوه الكنيسة وأخرجوا منها جورجيوس الأريوسي وأصحابه، فجعل القديس أثناسيوس هذا اليوم عيدا عظيما للرب الذي له المجد والإكرام الآن وكل أوان وإلى دار الدهور آمين. مساء الخير أحبائي وأعزائي، ومن جديد والخبر الجديد والمفاجأة الحقوقية وفاء سلطان، وتناقش اليوم أزمة الطفل شنودة وعودته إلى أمه بالكفالة وليس بالتبني، في لقاء هام للمفكرة والكاتبة والناشطة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة وفاء سلطان في قناة الفكر الحر لليوتيوب. تطرح اليوم نقاش حول مشكلة الطفل شنودة والذي تم انتزاعه من الأسرة التي ربطه واهتمت به لمدة 4 سنوات، وتم تغيير اسمه وديانته إلى يوسف مسلم بحجة أن دينه بالفطرة مسلم، وتم إيداعه بدار الإيواء. وستذاع اليوم الحلقة الساعة 8 مساء، وتبحث سلطان أسباب التعنت في عدم تسليم الطفل لأسرته والتي ربطه ل4 أعوام، وعدم استجابة لكافة نداءات الرأي العام حفاظا على مستقبل الطفل. ونحن كقناة الأمير لن نصمت ولن نسكت أبدا إلى حين عودة الطفل شنودة. لم نجعل أو ندع أو كما حدث مع جرجس بارومي، لن نصمت على هذا الأمر أبدا. نحن نعلم أن لدينا رئيس واعي جدا، ولدينا أب وبطريرك عظيم، ونستغيث به من أجل حل هذه المشكلة. موضوع آخر، الصلح ليس خير. كيف يكون الصلح ليس خير؟ تعليق مايا مرسي بشأن وقائع ضرب عروس الإسماعيلية، حسب من يبرر الضرب والقتل والتحرش. في أول تعليق لها طلبت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم من كافة إجراءات في قضية عروس الإسماعيلية، وأضافت عبر صفحتها الرسمية على عبر الفيسبوك: لن ينصلح الحال بالقانون فقط، ولن ينصلح الحال بالتوعية فقط،
ولكن التربية على احترام الآخر هي الأساس، والتربية على المودة والرحمة هي الأساس. وطلبت مرسى بمحاسبة من يبرر الضرب والقتل والتحرش، وقالت حاسبوا من يخرج علينا يهين البنات والأمهات والسيدات، حاسبوا من يبيح الترويج لهذه الأفكار على صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية. لابد أن نحارب كل الفكر المتطرف في كل جحوره، ولن نسمح بإهانة المرأة المصرية. وخاطبت مرسى المرأة المصرية قائلة: لتعلم المرأة المصرية أن هناك ما يمرسي أيا كان، أن هناك أدوات تنفيذية وتشريعية وفضائية لحمايتها، ولم يحاسب القانون من تسامحه في حق هذه الفتاة المرة الماضية، وإن لم تحاسبهم ضمائرهم فحاسبهم عند الله عسير، ربنا يحسبهم. وأخذت مايا مرسي أنه إذا تسامحت هذه الفتاة في حقها مرة ثانية لن يسامحها أطفالها في المستقبل. فاستقرت البيوت يقوم على استقرار البيوت يقوم على المودة والرحمة والسكن والصلح، مش خير في الإهانة والعنف وإدار الكرامة. ولن نصمت ولن نسكت أبدا عن موضوع الطفل شنودة، سيظل الموضوع مفتوحا إلى أن يعود لأسرته، سواء إن كان بالقانون أو باستغاثتنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب الحنون الذي يرعى شعبه ولا يفرق بين مسيحي أو مسلم، ولا يفرق ويجعل أيضا المواطنة بداخل كل المصريين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. انتظروا معايا لسه في كتير وكتير. ومن الأخبار السارة أيضا نجيب رأيل: قدمنا أدلة العثور على الطفل شنودة بالكنيسة والمطالبة بعودة الأسرة. قال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة أنه اتخذ خطوتين، الأولى وهو دعوة أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة الطفل في أحد المؤسسات التابعة لوزارة التضامن وتسليمه إلى أهله، والخطوة الثانية إلغاء ديانته وإعادة إلى ديانته الأصلية التي عثر عليها فيها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خير رمضان في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس أنه تقدم بطلب للمحامي العام فتح محضر لسماع الشهود، لافتا الى ان الشهود قالوا ان الولد عثر عليه داخل الكنيسه، وتابع ان قرار النيابه العامه يحترم، ولكن هناك ادله تؤكد ان الطفل وجد في الكنيسه وليس خارجها، وان القضيه قيديه من احد الاقارب بسبب الميراث. اوضح ان المسيحيه لديها قانون التبني، لذلك تحتاج الى اعاده ديانه الولد حتى تستطيع الاسره الى ان تتبنى هذا الطفل، مؤكدا ان اقوال الائمه إذا ولد طفل في مكان مسلم يصبح مسلم، وإذا ولد في مكان مسيحي سيصبح مسيحيا. وفي هذا أيضا البابا تودروس يشارك في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة برئاسة السيسي. شارك قداسة البابا تودروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المقصية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأيضا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة في القاهرة الجديدة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: ترأس اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها، وشهدت أكاديمية الشرطة اليوم الاثنين حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الوطنية وشخصيات عامة وقيادات أمنية سابقة، فضلا عن عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وأهالي الخريجين وسط التشجير على الإجراءات الاحترازية، كما يأتي ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية وأسر طلاب الشرطة الخريجين بمشاركة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة. شكرا لكم أحبائي أعزائي، ونكمل معكم موضوع الطفل شنودة. لكم كل حب. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، كل الشكر لمحبي القناة. طبعا كلنا بنتمنى وكلنا بنحب الطفل شنودة وبنتمنى له أنه يعود إلى أسرته. نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل جديدة في قضية الطفل شنودة مع المصري اليوم. قال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة أنه اتخذ خطوتين، الأولى وهي دعوة أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة الطفل في أحد المؤسسات التابعة لوزارة التضامن وتسليمه إلى أهله،
والخطوة الثانية إلغاء ديانته وإعادته إلى ديانته الأصلية التي عثر عليها فيها. محامي الطفل شنودة، لا يوجد بلاغ باختفائه أو شكوى، أو الأسرة والأسرة تريد كفالته. محامي الطفل شنودة يكشف تفاصيل جيدة وجميلة بشأن الفيديو. بعد وقعة الطفل شنودة طلب إحاطة يطالب بتفعيل التبني وفقا للائحة 38 للإقباض. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خير رمضان في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس أنه يقدم بطلب للمحامي العام بفتح محضر لسماع الشهود، لافتا إلى أن الشهود قالوا إن الولد عثر عليه في داخل الكنيسة. وتابع أن قرار النيابة العامة يحترم، ولكن هناك أدلة تؤكد على أن الطفل وجد في الكنيسة وليس خارجها، وأن القضية كيدية من أحد الأقارب بسبب الميراث. وأوضح أن المسيحية لديها قانون التبني، لذلك تحتاج إلى إعادة ديانة الولد حتى تستطيع الأسرة أن تتبنى هذا الطفل، مؤكدا أن أقوال الأئمة إذا ولد طفل في مكان مسلم يصبح مسلم، وإذا ولد في مكان مسيحي سيصبح مسيحي. ده من ضمن الأخبار. محامي من صدى البلد، أكد نجيب إبراهيم محامي أسرة الطفل شنودة أنه تم اتخاذ خطوات جديدة في قضية الطفل شنودة، وذلك بإقامة دعوة أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإيداع الطفل لإحدى المؤسسات التابعة للوزارة وتسليم أهليته. والأمر الثاني تغيير ديانته وإعادة ديانته الأصلية. وأضاف أيضا كما كنا من ذلك وردنا أدلة بأن الطفل الشرطة وجد في داخل الكنيسة والقضية إنسانية وليس دينية، موضحا أن عناصر الدعوة ستكون أمام القضاء العالي وهو من يحدد، كما قدموا طلب مستعجل أمام القضاء الإداري وسيتم تحديد جلسة خلال 15 يوم. يا رب اسعد كل الفرحين وفرحهم يا رب. شكرا ليكم أحبائي وأعزائي، ولكم من كل الحب والتقدير وسلام الرب يسوع المسيح يكون معكم. قابلت الهابلت رجل صورة قسيس كان يوزع حلاوة المولد على المارة في رمسيس. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكاهن يوزع حلاوة مول المولد على المارة في ميدان رمسيس وسط القاهرة، محبة من المصريين بالصور. مسلمون ومسيحيون يوزعون الشربات بالمولد احتفالا بالمولد النبوي بالاسكندرية. تنفرد محافظة الاسكندرية بخصوصية شديدة خلال احتفالات المولد النبوي الشريف سنويا، إذا اعتاد أهلها على توزيع الشربات بالموز في مشهد لا يوجد في سواه. وشهدت منطقة الإبراهيمية شرقي الإسكندرية اليوم السبت توزيع مسلمين ومسيحيين لأكواب الشربات بالموز على الأهالي ابتهاجا بالمولد النبوي الشريف بالنسبة للإخوة المسلمين. وفي هذا النطاق أيضا فيديو ياسمين وعز البيت اللي بتمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب. قالت الإعلامية ياسمين عز إن ما ينفعش تقولي لجوزك وهو نازل خد كيس الزبالة في إيدك. وأضافت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج كلام الناس المذاع عبر الفضائية، أبوك لو نازل من البيت عمرك ما هتقولي له خد كيس الزبالة وأنت نازل. وأضافت في حكمة صينية قرأتها الصبح وعجبتني جدا، وهي البيت التي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب، متابعة معنى الحكمة إن الفرخة ما تعملش شغل الديك. شكرا ليكي وأخبار جميلة وأخبار حلوة، ودايما يا رب كده نتمنى كل الخير لكل المصريين وكل الأحوال الطيبة. أحبائي وأعزائي لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم أمين. مع كل تحياتي وكلامي لكم، أن تنسوش اشتراككم في قناتكم قناة الملكة والأمير، ويا رب دايما تكونوا خير وسلام وسعادة وأحسن حال. سلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم وإعجابكم وتعليقاتكم ولايكاتكم. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. أليسا الأم التي تحارب الفقر بالدعاء والبطالة بالزواج والإنجاب هي أم ميتة أو أمة ميتة وإكرام الميت دفن. قالت الفنانة اللبنانية أليسا أن الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء وتحارب الجهل بالمناهج الدينية وتحارب التخلف بالفتاوي وتحارب الفساد بخطب المنابر وتحارب انقسام المجتمع بالمذهبية والتكفير وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب هي أمة ميتة وإكرام الميت دفنه. أمر عجيب وغريب. جاءنا أيضا الأخت سلمى المبجحة
سلمى ابو ضيف فرحت الشباب لما راحت المهرجان، فرحت الشباب لما راحت المهرجان من غير بنطلون. الفنانه الشابه سلمى ابو ضيف قامت بنشر صوره جديده لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي من اجل تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. ماذا قالت؟ سلمى ابو ضيف ظهرت من خلال تواجدها في العاصمه الفرنسيه باريس، والتي ظهرت هناك من اجل المشاركه في اسبوع الموضه، وقد ظهرت ومرتدية بدلة هود شورت قصيرة للغاية والتي جاءت من اللون الأسود ومفتوحة من منطقة الصدر والأبخاد، وقد جاءت أطلالتها مع وضع نظارة شمسية أمام المرآة، وقد قامت بإظهار القليل من المكياج، ومما جعلها إطلالة جذابة للغاية والتي جاءت مع طرق شعرها. الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت بكثير من الأعمال الفنية التي جاءت من خلال السباق الرمضاني السابق، وهي التي جاءت مثل مسلسل راجعين يا هوا ومسلسل اختيار ثلاثة، وحيث أشاد الجمهور بجميع أعمالها وأدوارها على الرغم من الانتقادات التي أصابتها بالكثير من الأقوال والتي تنالها مؤخرا بسبب الإطلالات المثيرة التي تختارها وترتديها من بين الحين والآخر. كل هذا الكلام قد أثار جدلا، وربنا يكرمنا وربنا يرد علينا كل شر، وهنكمل معاكم الفيديو، خليكم معانا ما تمشوش، وهتشوفوا الأحسن والأفضل. ما تنساش تشتركوا قناة الملكة.